من هو أبو الأنبياء؟ يوسف عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، أيوب عليه السلام، آدم عليه السلام. ليلة الإسراء امتطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم دابة مجنحة، ما اسمها؟ البراق، الجواد الأبيض، الطائر السريع، الفرس. ما اسم المرأة التي سباها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر ثم تزوجها؟ زينب بنت جحش، خديجة بنت خويلد، صفية بنت حيي، ميمونة بنت الحارث. ما اسم الصحابي الذي كان أول من أمّ المسلمين في صلاتهم بالمدينة؟ أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، مصعب بن عمير. من هو الذي آمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث رسولاً؟ أبو بكر الصديق، ورقة بن نوفل، عثمان بن عفان، مصعب بن عمير،